بادر فخامة رئيس الجمهورية سيد محمد الشيخ الغزواني بتشكيل اللجنة الوطنية لإصلاح قطاع الإعلام، والتي باشرت عملها وفق مسار تشاوري وتوافقي مع الصحفيين، وتبنت الحكومة تقريرها، حيث نعكف حالياً في قطاعنا على تنفيذ تلك المخرجات بمختلف مداخلها القانونية والاقتصادية والمهنية، وهو ما مثل استجابة مقدرة لتطلع الصحفيين ببلادنا، سيكون لها بإذن الله في القريب العاجل كبير التأثير على تطوير المشهد الإعلامي.